كلميني عن وجودك النهارده في اوسكار السينما العربيه. اوسكار السينما العربيه مهرجان بحب اكون موجوده فيه، مهرجان من المهرجانات المشرفه والمنظمه، افلام قويه بتنافس. مبسوطه اني هقدم جايزه النهارده. هتقدمي جايزه لايد يعني؟ لسه مش عارفين، جايزه بتتعرف على الستيج. ايه اللي بتحضريه جديد الفتره دي يا دينا؟ مسلسل البيت ابيض انتاج شركه فنون مصر، اخراج تامر حمزه، بيضم اكتر من 25 نجم. شايفه ان تجربه المسلسلات اللي بتضم نجوم كتير زي البيت الابيض والاب الروحي دي تجربه هتبقى ان هنستمر عليها في المستقبل، ولا دي حاله وممكن تختفي بعد فتره؟ انا شايفه ان دي من انجح التجارب الفتره الاخيره، وهي دي اللي مكمله مسلسلات النجم الواحد. خلاص انا شايفه ان هي ما بقتش يعني بتشد المشاهد بشكل قوي، فانا شايفه ان المسلسلات الجماعيه زي الاب الروحي طوفان، وان شاء الله البيت الابيض من المسلسلات القويه اللي زي الاب الروحي وطوفان عملوا حاله، باذن الله يا رب البيت الابيض كمان يعمل حاله. مختفيه عن السينما ليه؟ موجوده في فيلمين ان شاء الله يتعرضوا في اجازه نص السنه. ايه الفيلمين؟ ساعه رضا وارمد بيتمرمط. ايه مشكله ساعه رضا ان هو لغايه دلوقتي رغم ان هو مخلصين تصويره لسه مش هينزل؟ المنتج استاذ احمد السبكي مستني ميعاد عرض مناسب بس. والفيلم التاني؟ لسه في 10 ايام تصوير هنخلصهم ويحدد ميعاد عرضه. اسمه ايه ومين ابطال معاكي؟ ارمد بيتمرمط النجم احمد ادم، استكمال لسلسله القرموطي، اخراج اسد فولدكار. ارمد برضو كان ليه مشاكل يا دينا ووقف شويه وكمل شويه، ايه الاسباب؟ لا ما اعرفش حاجه والله.